ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة سهل جدا وبسيط، هنعمل شراب يلبس مقاس 36 37 38 على المكنة السنترو زي ما احنا شايفين الصغيرة اللي هي 22 إبرة. اللي محتاجينه المكنة، محتاجين إبرة كروشيه يكون مقاسها مثلا 2 2 ونص المتوفر عندك، أهم حاجة إن الهوك بتاعها يبقى صغير، إبرة التشطيب بتاعتنا حبة كده من بواقي الخيوط علشان نبتدي بيهم الشغل بتاعنا، وبكرة خيط تكون السمك بتاع الخيط مناسب لمقاس المكنة بتاعتنا. طيب أفضل خيوط إيه؟ علشان ناس كتير بتسأل، الخيط الهيمالايا من أفضل الخيوط اللي تشتغلي بيها على كل المكن. أهم حاجة سمك الخيط هتلاقيه كده من ورا مرسوم على إبر التريكو، يعني ده مثلا من 4 لـ7 زي ما احنا شايفين، في منه 5 5 ونص 6 6 ونص. أهم حاجة كل مكنة ليها مقاس خيط. عايزة أوزن لكم فردة الشراب او اللاكلوك، ده شكلها كده عملتها بأستك من فوق يمسك، وده شكلها سادة جدا تمام، مفهوش اي اختراع. بقى ممكن تحطي وردة، ممكن تحطي كورة نازلة من هنا، شكلها خطيرة قوي. عايزة اوزن لكم فردة الشراب الواحدة اللي مقاسها مثلا 37 عملت تقريبا 20 جرام، يعني البكرة تقدري تعملي منها طقمين وفردة للطقم التالت، فان هو مشروع رائع. المكنة بتوفر خيط عن ان انتي تعمليه كروشيه بيسحب خيط، ان انتي تعمليه تريكو يدوي. بتقدري تعملي عليه ضفاير وكده، هنا برضو نقدر نعمل ضفاير بس ده انا عاملاه رجالي مش حريم، مقاس صغير شوية. خلاص اول خطوة بقى معانا، اول حاجة هنجيب الابرة السودة بتاعتنا وهنبتدي دلوقتي نحضر للشغل الاولي بتاعنا. هنجيب الخيط المخالف زي اللي اشتغلنا بيه قبل كده، وهنجيب اول الخيط بتاعنا هنحطه في الابرة السودة، وهنشتغل تقريبا 3 4 سطور. هنشتغل بس اول سطر اللي هناخد فيه الخيط، مره من قدام ابره ومره من ورا ابره. لو اشتغلتي بخيط رفيع ما تشديش جامد في اول سطر علشان تاني سطر هتلاقيه تقيل معاكي جدا في الشغل، حاولي تريحي ايدك شويه لغايه لما نخلص الخطوه دي. هحطه كده في المجرى بتاعي وهشتغل 4 سطور. كده كفاية قوي، خلاص هبتدي دلوقتي اخد باقي الخيط او هنقص الخيط وهعلقه فين؟ هنا مع اخر ابرة. هاخد دلوقتي الخيط الاسود بتاعي اللي هشتغل بيه الموديل بتاعي، هحطه هنا في الابرة السوداء اللي هتعتبر اول الشغل، ومش لازم حتة كبيرة يعني حتة 10 سنتي، وهقوم مسقطاها تمام، وهبتدي احطها في المجرى بتاعي. يدوب علقته بس، وهيبقى الخيط اللي لونه برتقاني ده كأنه موصول مع الخيط اللي لونه اسود تمام. هنكمل بيه شغل على طول. هعمل كام سطر؟ هعمل 16 سطر زي اللي عملناهم قبل كده في الموديل بتاع الكوفية بالأكمام. كده هنبتدي أول سطر، هنشد الخيط شوية علشان الغرز ما تفكش مني. ده كده أول سطر، التاني، وهشتغل لما أوصل لرقم 16. هنبتدي دلوقتي بعد ما خلصت الستاشر سطر هنبتدي نعمل الجزء بتاع الأستك اللي هو بيبقى ماسك على الجزء بتاع الرجل من فوق اللي هو الشكل ده تمام. احنا ليه عملنا خيط مخالف؟ علشان يوضح لنا الغرز موجودة فين. ده كده أول الخيط الأسود بتاع بداية الشغل تمام، هنسيبه وهنبتدي ناخد الغرز اللي ملقوطة على الخيط البينك. كل الغرز دي ودي هم شكلهم متعلق، شكلهم واضح جدا، هنبتدي ناخدهم ونعلقهم مع الشغل علشان نشتغل السطر ال17 مجوز اللي هو الغرز اللي على المكنة، والغرز دي علشان نقفل الشغل منه فيه. هبتدي دلوقتي اسيب الخيط الاسود السايب ده بتاع اول الشغل، وابتدي اخد الغرزة دي الحلقة اهي في ابرة الكروشيه، وابتدي كده اخدها واشد الخيط شوية بتاعي قطع بتاع القطعة، وابتدي اعلقها في الهوك بتاع الابره السوداء اللي هي بدايه الشغل، واسقطها قوي تحت. الف البكره بتاعتي سنه بسيطه ترفع لي الابره اللي بعدها، وهبتدي اكرر اخد الحلقه اللي بعدها بابره الكروشيه وعلقها في الابره اللي بعدها، وهكمل بنفس الطريقه لما اخلص ال 22 ابره بتوعي. دي كده الابره رقم 3. بعد ما اخلص اقوم منزله الخيوط كلها تحت خالص تحت الفواصل
بتاعة المكنة بتاعتي. هلف البكرة شوية، هيبتدي بقى الخيط يلقط الغرزة اللي انا حطيتها والغرزة اللي موجودة على المكنة بتاعتي. خلاص كده عملت ثلاثة، هبتدي كده ابين لنفسي دي الابرة الرابعة اهي. بعد ما اخلصها واعلقها انزل الشغل تحت، احرك تاني اشوف الغرزة اللي وراها اهي رقم خمسة، اعلقها في الابرة الخامسة وسقط الشغل والف واكمل بقى بنفس الطريقة. خلصت كده 21 ابرة. عايزة اوريكم الغرزة اللي موجودة على الابرة رقم 22، ده الخيط بتاع نهاية الشغل. هنشده شوية هيبقى متعلق عليه الغرزة بالشكل ده اهو، ونفس المنظر ده شفناه في الموديل بتاع الفيديو بتاع الأكمام بالكوفية. هبتدي أخدها بالشكل ده وأعلقها في الإبرة 22، أسقط الشغل كله تحت، وأنا كده لقطت كله هنا مجوز. تمام، هبتدي ألف البكرة بتاعتي، وهبتدي من بعد لفة البكرة هشتغل بقى الطول من أول الطول من تحت هنا، يعني ده كده لغاية فوق الكعب بشوية. هبتدي اشتغل حبة كده لغاية لما اوصل للكعب، بعد كده هبتدي اشتغل الطول بتاع القدم نفسه. تمام، على حسب بقى طول الرجل، يعني قيسوها كده بالمتر او بالمسطرة واشتغلوا على اساسها. كل ما تنزلي شوية شغل في المكنة هنا من جوه هتبتدي تشوفي الطول بتاع الرجل المناسب. انا هنا بالظبط اشتغلت 68 سطر، 68 سطر، فانا هشتغل دلوقتي الشغل مقفول على 68 سطر. كده السطر رقم واحد هنمشيه بس بشويش وبايدينا كده بصوابعنا ننزل الشغل، علشان اول سطر كده هتلاقوا الغرز معلقة شوية. كده رقم واحد، كده اتنين، وهكمل بعد كده لغاية لما نقفل الشغل بتاعنا على المكنة. خلصنا كده 68 سطر بتاعنا اهم، كلهم موجودين جوه المكنة بتاعتي، ولسه ما فكتش الجزء بتاع الخيط الاورنج، هنفك مع بعض. هبتدي كده اقص الخيط بتاعي من البكرة وهحطه في ابرة التشطيب بتاعتي. هنبتدي الخطوة بتاعت لقط الغرز من على المكنة. الخيط الاخير اللي هخليه يشتغل الابرة البيضة، علشان كده هدخل في السطر اللي بعده، وخيطي الطرف بتاعه موجود على ابرة التشطيب. هبتدي الف المكنة بدون خيط خلاص، وبإبرة التشطيب هبتدي ألقط الغرز من على المكنة، ولازم الإبرة بتاعتي تبقى رفيعة علشان تدخل ما بين السنين اللي طالعين دول. كده أنا لقطت اتنين بالظبط، الشغل ما أخدش 5 دقايق في الفردة الواحدة، فبيخلص على طول. بعد بقى ما أخلص لقط الغرز هبتدي أشد الخيط بتاعي وافنش الشغل، ادخل الخيط كذا مرة كده واقفل كويس، علشان ده اللي هيبقى وش الشراب بتاعي من ناحية الصوابع. طبعا اخر غرزة كده ال 22 من على المكنة. تمام، هبتدي كده ارفع المكنة بتاعتي والشغل بتاعي هيبقى بالشكل ده. هنقفل بقى نشد كويس الجزء ده ونبتدي ندخل الإبرة كذا مرة في الحلقات كده مثلا، ونشد وندخل في باقي الحلقات ونعمل عقدتين حلوين، وبعد كده نشطب الخيط ما بين الغرز بتاعتنا. بعد ما نخلص بقى كل التشطيب اللي في الوش، عايزين دلوقتي نبتدي نفك الخيط الأورنج من على الشغل بتاعنا. هبتدي كده آخد الخيط اللي احنا كنا حاطينه في المكنة، احنا عندنا خيطين، خيط اول الشغل وخيط اخر الشغل. اللي هناخده بتاع اخر الشغل اللي لاقط فيه الخيط الاسود هبتدي افكه بالشكل ده، وكل ما افك حبة هتلاقوا الشغل بتاعنا كله فك من على الشراب من غير ما اي غرز تقع، لان احنا كده كده لقطنا الغرز اللي كانت ملقوطة عليه. شايفين ابتدى يفك ازاي، وهكمل بقى لغاية لما اخلص كل
الأجزاء المتشابكة دي. وده كده الشكل النهائي بعد ما شطبناه وقفلناه. هتلاقوا بس خيط هنا بتاع بداية الشغل، هتبتدوا برضو تشطبوه، تعملوه عقدتين بإبرة التشطيب وتدخلوه جوه الجزء بتاع الأستك. ممكن بقى تحطي وردة من هنا لو بناتي، ممكن تطرزي عليه هنا من الوش، ممكن تحطي كورتين فرو من هنا، هيبقى شكله حلو جدا اهم. تقدري برضو وانتي شغالة تعمليه مقلم، يعني ممكن تعملي الجزء ده كده سادة والجزء ده تعمليه كل سطرين او ثلاثة بلون، برضو هيبقى شكله حلو جدا. بديكوا افكار مختلفة، شايفين غرزته متماسكة قد ايه وجميل، وفي نفس الوقت بيمط يلبس كذا مقاس. ولو استخدمتي خيط اتخن برضو هيديكي شغل حلو. اوريكو الجزء البكرة بتاعت المكنة نفسها، ده الشغل بتاعها اهو. يعني ممكن كمان تعمليه طويل، ممكن تعملي منه شراب كولون للبنات الصغيرين، هيبقى برضو شكله حلو جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ابعتولي تطبيقاتكم على جروب الفيس، هسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.